السلام عليكم شباب. هسه راح اسالكم هذا الفيديو شلون ناخذ الكونغ من الحيوان وبنفس الوقت لا بالخناق ضرب ولا بالليش ايزي ولا بالليش ولا الشنقة. طريقة سهلة. شوفوا هسه هو مستقتل على الكونغ، بس شلون راح اتعامل وياه؟ اخذ الكونغ من عنده وبدون اي اذيه وبدون اي عقوبه بدون اي ضرب. اول مره نبدي ويا الحيوان نلعب، هي اكو مشكله. اغلبيه المدربين مال الكيناين لازم الكلب يتعلق بالكونغ، وراها لازم من يلقي اي شيء، عينات، متفجرات، مخدرات، لازم يعطي مكافئ يترك الكونغ. بس المشكله اغلبيته يعانون من الكونغ. شلون اخذ الكونغ من الحيوان؟ انتبه عليه. كارلوس ست نو ستي. شوف هسه ما راح اخذها، هسه راح نبديها بس لعب. شوف التحريك. يا جود بوي. كم هيك يا بيبي. يا شوف الطقه مال الفتش. كم كارلوس ست ستي. نو داون. كم هير ست. شوف بس كل شغله يريد الكونغ، كل شغله يريد الكونغ. ست كارلوس نو ست تيك. باع عليه. هسه اخذ الكونغ، شوف شو راح يسوي. ما راح يعطيني اياها، راح ياخذها ويفتح على المرشد ويعني ما احترمت باقي المدربين. انا عندهم خبره شلون ياخذ الكونغ كامل. ما راح يعطيني اياها. جائزته كمان كارلوس. كم شوف ايش راح اسوي له. شوف كمان كارلوس تبع علي شلون حاطط الكونغ. كارلوس كم هي كمان كارلوس كم يس هير كم كارلوس هاي كم. شوف باب وراح يطير اوت. شوف مرور التدريب راح يقوم يترك الكونغ داون. راح يترك الكونغ، بس شلون نشتغل اياه؟ بهاي الطريقة، اعطي واحدة وهاي واحدة ثانية. بعدين انت شو تسوي؟ من تقول له اوت يقوم يترك الكونغ. كارلوس. شوف الطريقة الثانية اللي اخليه يذب الكونغ. فارغة كارلوس اوت. وين تشيك؟ وين شغله؟ شوف وين بالبال عليها. هيظل يريد يطلع الكون. هاي الطريقة الثانية. كارلوس سيت يس كوبون. كمان كارلوس. شوف ايش سوى قام يجي يريد الكومي ثاني. كارلوس كمان هاي
من الضرر هالشكل. الحيوان هذا بعده مو بالغ. هاي بعده سنة. كم خالص؟ كم 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 كم. طبعا هاي الحركة ألزم الذيل مو كل شيء اللي بيقبلها ترى. بس أنا هذا الحيوان أعرفه. يعني أعرف سلوه. ما يعرف. ياخذ الكونغ كارلوس تيك شلون حجز عليه اوت اوت شوف ترك تيك شوف تيك شوف هسه هنا يريد يعض ايزي Easy, good. Take, nay. Take. Check. Here. Sit. No. Down. Yes. Take. ما راح ياخذه يروح بعد. حيقوم ياخذ بي اوردرات. Come, King. Hey, Carlos. Take. Come. Yes. Out. Out. Stay. Nay. Nay. Down. Start over. Check. Good. Good. Side. Come. راح اعطيه اوردر راح اقول له اوت يعطيني اياها ليش لاني افكر راح اعطيه الكونغ الثاني كم كارلوس كم اوت شوف تركها خليني افكر اعطي الكونغ الثاني هاي طريقه الكلاب شلون تترك الكونغ بدون خناق وبدون ضرب وبدون اي استخدام عنف وقوة وياها شوف هسه هي يمك شو راح اخذها شوف ما يقبل كم هاي اوت اوت هاي هاي
طاين يقوم يجي يجيب لك كوك. كم. فماكو داعي استخدام التشوك تشينج والضرب على في سبيل يترك الكوك. شوف هو ايش قد متعلق بالكوك. كل هاي الاستخدامات الخناق والضرب اكبر غلط. كوك ثاني استخدمه هو تلقائيا يقوم يطيني الكوك الثاني. تحياتي لكم كابتن خالد، انتظرونا فيديوهات قادمه.